يد تحمي البلاد وأخرى ترسم مستقبله بأصابع بنفسجية. القوات الأمنية في النجف تدلي بأصواتها في يوم الاقتراء الخاص ب 57 مركزا انتخابيا في 3 دوائر انتخابية بعموم المحافظة. لدينا في محافظة النجف هو 18 مركز للتصويت الخاص. عدد الناخبين للتصويت الخاص هو 24376. بالنسبة للمراكز 18 مركز، عدد المحطات هو 57 محطة. بالنسبة للأخوة النازحين هناك 3 مراكز اقتراع لهم، عدد ناخبيهم هو 1403. على 4 دفعات توجهت الأجهزة الأمنية وبمختلف صنوفها وأشكالها إلى محطات الاقتراع التي شهدت أيضا مشاركة جهات رقابية محلية، في وقت عبر فيه الناخبون من الأجهزة الأمنية عن آمالهم بغد أفضل ترسمه ثورتهم البنفسجية. تصويت القوات الأمنية والمنتسبين على شكل واجبات منذ بداية الصباح حتى آخر ساعة من التصويت الخاص، قسم تؤدي واجباتها المكلفة بها وقسم آخر يقوم بعملية الانتخاب ويعود إلى واجبه، وهكذا إلى أن ننتهي. أبدا لم تمارس أي ضغوطات معينة، نقف على مسافة واحدة من الجميع. احنا اليوم عرس انتخابي جديد، نختار احنا الشخص المناسب في المكان المناسب، والحمد لله أي ضغوطات أي شيء ما عندنا أي شيء نهائيا. اختارينا الشخص اللي يعني يناسبنا، يشوف مطالبنا، يشوف ايش نحتاج احنا كمواطن. وعلى الرغم من الانذار الامني الذي تطبقه القوات الامنية لتأمين يوم الاقتراع الخاص، الا ان شوارع النجف لم تشهد اي حظر للتجوال او قطوعات امنية تعرقل حركة السير. منجز جديد تسجله القوات الامنية في النجف بنجاحها في التصويت وتأمين عملية الاقتراع في آن واحد بانتظار يوم الأحد، حيث التحدي الأكبر بالتصويت العام. من أحد مراكز الاقتراع في محافظة النجف، محمد رزاق، التغيير.